السلام عليكم. وفقا للتعريف الصادر عن الأمم المتحدة للإرهاب الدولي، فإن الإرهاب هو استخدام العنف غير القانوني أو التهديد به بغية تحقيق هدف سياسي معين، في حين تعرفه المحكمة الجنائية الدولية على أنه استخدام القوة أو التهديد بها من أجل إحداث تغيير سياسي أو القتل المتعمد والمنظم للمدنيين أو تهديدهم به لخلق جو من الرعب والإهانة للأشخاص الأبرياء من أجل كسب سياسي، أو الاستخدام غير القانوني للعنف ضد الأشخاص والممتلكات لإجبار المدنيين أو حكومتهم للإذعان لأهداف سياسية. هذا هو الإرهاب بحسب القوانين والمواثيق الدولية. فكيف ارتبط بذهنية العالم بصورة مغايرة ومخالفة؟ ولماذا تتسع المسافة بين تعريفات المجتمع الدولي للإرهاب وبين القوانين الناظمة له؟ مشاهدينا الكرام، عن فكرة تصنيف الإرهاب وطبيعة تصنيف المنظمات والدول له، وكيف أصبح مطية سياسية وأداة لاستهداف الخصوم، ستكون حلقتنا لهذا المساء. فدعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. إرهاب وإرهاب مضاد، هكذا أصبح هذا المسوغ السياسي مطية لكل الخصوم وأداة جاهزة لتبرير القتل. بين إرهاب الجماعة المسلحة وإرهاب الدول لا شيء يختلف سوى أداة القتل وطبيعة الجرائم، لكن الضحية واحدة، الإنسانية. فمتى يصبح القاتل إرهابيا ومتى يكون مخلصا؟ في مطلع العام 2017 وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فيلين جماعة الحوثي بأنها إحدى الجماعات الإرهابية التابعة لإيران. يأتي ذلك عقب قائمة إرهاب فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات ومسؤولين يمنيين ومؤسسات خيرية ومصرفية، أدرجتها في قائمة عقوباتها باعتبارها مرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، من بينهم محافظ البيضاء الموالي للشرعية الشيخ نائف القيسي والحسن أبكر وعبد الله الأهدل ومنظمة رحماء الخيرية، بالإضافة إلى شركة العمق المصرفية بصفتها داعمة لتنظيم القاعدة. ومنذ أيام خلت قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر توسيع قائمة الإرهاب، فصنفت 3 يمنيين و3 منظمات في اليمن ضمن قائمة الإرهاب. في العام 2015 سجلت اليمن كإحدى الدول الأشد تضررا من الإرهاب. الجميع إرهابيون هنا، وسواء كانت هذه التصنيفات مبنية على مرجعيات قانونية ودلائل حقيقية أو كانت اتهامات خاضعة للمزاج السياسي، إلا أن الشارع اليمني يظل عاجزا عن إيجاد توصيف حقيقي لمفهوم الإرهاب بحسب تصنيف المجتمع الدولي وقوانينه. هل يمكن إدراج قصف الجيش الأمريكي لمواطنين عزل في بيوتهم إرهابا، أم إن الإرهاب هو ما اقترن بالجريمة الدينية وحسب؟ ما بين إرهاب التنظيمات وإرهاب الأنظمة تسفك دماء كثير من الأبرياء وتصادر حقوق الضحايا، حيث لا قانون يسود إلا قانون القوة، فهو الذي يقتل وهو الذي يبرر للقتل وفق ما يقرره مزاجه وتمليه عليه أجندته السياسية. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء من تونس، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ معن. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بك أستاذ معن. يعني إذا بدأنا بمناقشة موضوع الإرهاب، يعني كيف تنظر إلى هذا المصطلح؟ يعني هل خلق للتعريف بظاهرة الإرهاب فعلا، أم أنه وجد لأغراض سياسية؟ في السياق التاريخي الإرهاب يعني مصطلح ومفهوم موجود تقريبا من القرن 19، وكان يطلق أساسا على الجرائم الفردية أو على السلوك الفردي الذي يهدف لتحقيق أهداف سياسية، بدأ أساسا في روسيا واستخدمته بالأساس منظمات يسارية. وطبعا في السياق التاريخي استخدم الإرهاب قبل ذلك وبعد ذلك، والأمر الأساسي في الإرهاب إذا حاولنا أن نفهمه وبعدنا عن محاولة الشيطنة السائدة، وكأن المطلوب هو إدانة الإرهاب دون فهم سياقه الاجتماعي والتاريخي ومن يمارسه والأهداف، بالأخير الإرهاب وسيلة تقف وراها قوى اجتماعية وشخصيات وقوى سياسية ودولية لتحقيق أغراض سياسية. والموقف من الإرهاب يأتي في هذا السياق: من يمارس الإرهاب؟ لماذا يمارس الإرهاب؟ وما هي أهدافه؟ إضافة طبعا إلى المستوى الأخلاقي وطبيعة الممارسات العنفية لهذا الطرف الإرهابي أو ذاك. المنظمات الوطنية العربية ضد الاستعمار مارست مستوى معين من الإرهاب، كان مسيس وكان يلتبس ينضبط بضوابط معينة،
المنظمات الفلسطينية أيضا مارست وتمارس مستوى معين مما يمكن أن يوصف بالإرهاب ضمن سياق أخلاقي واجتماعي طبيعي وشرعي في محاولة استعادة وطنها ضد قوة الإغصاب والعدوان الصهيونية. وهناك طبعا ظاهرة العنف الرجعي الإسلامي التي تستخدم الإرهاب، رغم أن السياق الاجتماعي يعبر عن يأس فئات شعبية واسعة وغضبها، ولم تعد تستطيع أن تتحمل تلك الظروف. وفي إطار انغلاق المسارات الاجتماعية والثورية والسياسية يندفع جزء من المجتمع لممارسة العنف. نعم. طبعا تاريخيا تم استخدام الإرهاب لتحقيق الغاية السياسية الكبرى للقوى الدولية والإقليمية والحكومات حتى. كيسنجر اعتبر الإسلام يعني أحد الوسائل الأساسية مثلا في استراتيجيته لمكافحة الشيوعية. ووظفت الولايات المتحدة الأمريكية الجهاديين الإسلاميين مثلا في أفغانستان، وكانت هناك حملة تنظيم دولية واسعة جدا شاركوا فيها الأمريكان أساسا والألمان والمملكة العربية السعودية وإمارات الخليج المختلفة والأردن. في اليمن مثلا جند عشرات الآلاف عبر وسائل الدولة والأمن الوطني وقتها، وعبر تنظيم الإخوان المسلمين، وكانوا مرعيين من السعودية في التمويل، وكانت المخابرات الأمريكية والألمانية مسؤولة بشكل رئيسي على تدريب ونقل عشرات الآلاف من الشباب اليمنيين والمجاهدين العرب إلى أفغانستان. نعم. وكان في هذا السياق مدعوم دوليا من القوى المهيمنة. عندما عادوا ومع ثورة الخليج ومع حرب الخليج الثانية أصبحت هناك مشكلة، لأن هناك جزء من هؤلاء كانوا رافضين لتواجد الإرهاب في المنطقة ولتواجد الأمريكان في المنطقة بدعوى تحرير الكويت. ومن هنا بدأ التفرقات في الحرب الحالية. في الواقع إذا عدنا للجذر الأساسي لما يسمى الآن بظاهرة الإرهاب، وهي ظاهرة الثورة العربية التي انطلقت منذ ديسمبر 2010 منذ يناير 2011، سوف نلاحظ أن أضعف المراحل التي عرفتها التيارات الإسلامية المتطرفة والتيارات الإرهابية والجهادية هي عام 2011. نعم. لأنه إذن يعني ببساطة شديدة، أكمل نعم. الفكرة هذه، ببساطة شديدة عندما ينفتح باب العمل السياسي وعندما تنفتح باب التاريخ والثورات تشعر الشعوب بأن هنالك طريق للتقدم ولنيل حقوقها، تتراجع كثيرا حظوظ الإرهاب، وحتى لو حاول مستخدميه أن ينعشوه كما حدث من 2012 وتالية. نعم، يعني أفهم من كلامك أستاذ معنى أن هناك أيضا يعني رؤية تختلف من طرف لآخر. يعني هناك من يعني بالأمثلة التي ضربتها هناك من يجد أن لديه حق مشروع للدفاع عنه، وهناك من يصنفه بأنه إرهابي. يعني لو تحدثنا بالأمس أصدرت الإمارات والسعودية والبحرين قائمة جديدة أضيفت لقائمة الإرهاب، يعني قالت إنها قائمة بمنظمات وشخصيات إرهابية. يعني كيف تنظر إلى التعاطي مع مفهوم الإرهاب بهذا الشكل؟ هل كل من تختلف معه الدولة أو يعني أو نظام سياسي هل يمكن له أن يضعه في قائمة الإرهاب؟ بالتأكيد الحكومات والقوى الإقليمية والدولية تستخدم تهمة الإرهاب لشيطنة فئات سياسية واجتماعية وحركات معارضة، كما أنها تستخدم الإرهاب فعلا لتحقيق أهداف معينة سواء بشكل مباشر أو بخلق حالة من الفراغ وتجريف المجتمع والسياسة لتتقدم كمنقذة في مرحلة تالية ولتفرض حلول، كما شاهدنا في الواقع منذ انطلاق الثورات العربية. الوسيلة الأساسية لإجهاض الثورات العربية ولمنع تمدد الثورات العربية هو تحويل الثورات العربية إلى مجزرة، خصوصا كما شاهدنا في سوريا. كانت الهدف الأساسي للقوى الإقليمية والدولية هو تحويل الثورة إلى مجزرة لترتدع بقية الشعوب العربية وفي الواقع كل شعوب العالم، لأننا شاهدنا امتداد الحركات الجماهيرية والانتفاضات وتفاعلات الحراك الثوري حتى في الولايات المتحدة، في حركة احتلوا شارع وول ستريت، حتى في إسبانيا، حتى في اليونان، وحتى في تل أبيب وفي الكيان الصهيوني شهدنا حركات احتجاجية واسعة بعد أحداث الثورات العربية منذ ديسمبر 2010. والحكومات نفسها هذه كانت مساهمة في دعم أطراف الحرب التي سعرت في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، والهدف هو هدف مزدوج. من ناحية هي تستخدم بعض المنتمين إلى الحركات الجهادية الذين ينتمون لبيئات شعبية مفقرة ومدمرة
ولمجتمع يائس، وبغض النظر عن مستوياتهم العلمية والاقتصادية، المجتمع العربي الإسلامي أصبح هو البيئة الأساسية لظاهرة الإرهاب لأسباب تاريخية، لأسباب الفقر والأسباب انعدام التنمية والأسباب التسلط الاستعماري الغير مسبوق والذي ليس له مثيل. نحن في منطقتنا نعرف آخر أشكال الاستعمار المباشر في فلسطين، ونشاهد الحضور الاستعماري الغربي عبر الأساطيل وعبر القواعد. هذا الأمر يجعل المجتمع العربي الإسلامي تقريبا يرد هذا الرد، الذي هو ليس ردا بقدر ما هو تعبير عن الإحباط وعن اليأس، لكن في نفس الوقت هذه التشكيلات الإرهابية في مستوياتها العليا مخترقة من أشكال المخابرات الأجنبية، بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إيران، دول الخليج المختلفة كانت لديها أذرع، السعودية لديها إمارات. كيف 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 تخرج نفسها؟ يعني هي كما تفضلت، يعني هي كانت راعية ربما لأكثر من منظمة لأكثر من أشخاص، ويعني معروف بأنها دعمت الكثير منهم. الآن هي تتهم الآخر بأنه هو الإرهابي وتصنف من تشاء وتضعه في قائمة الإرهاب. إذن يبدو أن الأستاذ معن يعني فصل الاتصال معه، سنحاول نعود الاتصال بك. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور مروان الغفوري الكاتب من ألمانيا. مساء الخير دكتور مروان. مرحبا، مساء الفل. أهلا دكتور. يعني كيف تنظر إلى واقع مصطلح الإرهاب مؤخرا، وكيف يتم استخدامه حسب يعني احتياجات الدول ومصالحها؟ وفي الواقع مصطلح الإرهاب هو مصطلح قديم، استخدم في آخر 200 سنة بشكل كثيف جدا، ولكن دائما كان يستخدم خارج سياقه. قبل 10 سنوات كانت الأنظمة العربية والتنظيمات الجماهير العربية بتصر على أنها تطالب من الولايات المتحدة الأمريكية تعريف محدد للإرهاب، لأنه عندما درعت المقاومة العراقية استخدم مصطلح الإرهاب من قبل الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي بشكل عام بكثرة، وبالتالي بعض الأنظمة العربية والأنظمة العربية التي لم يكن يروق لها ما يجري في العراق طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر أن تعرف الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرف الإرهاب يتبع تحديدا تنفيذ المؤسسة العسكرية هو بين قوسين استخدام السلاح أو التلويح باستخدامه لتحقيق أهداف سياسية أو إثنية أو دينية. هذا تعريف الإرهاب، هو تعريف تقريبا مقبول عالميا لأنه تعريف إجرائي واضح الدلالة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت دائما دالة الإرهاب بعيدا عن تعريفها الإجرائي، ثم نقلت المسألة الوطن العربي. في الوطن العربي استخدم الإرهاب بس في آخر 20 سنة بشكل كثيف، ومن بعد الربيع العربي من بعد 2011 استخدم الإرهاب، استخدمت دالة الإرهاب بشكل أكثر ضراوة، وألحقت فكرة الإرهاب أو دالة الإرهاب ألحقت دائما بالقوى. للأسف نحن مشهد في الوقت في الوطن العربي الراهن بيبدو في الإرهاب أحد معاني الديمقراطية، لأنه بتعرف الجماعات الديمقراطية والجماعات خلنا نقول الجماعات المحافظة، يعني الإخوان المسلمين، نعم، بعض التيارات السلفية وخلافها، وهي في الأخير جماعات مش إسلامية بقدر ما هي جماعات محافظة، لها نظائر في كل دول العالم من أوروبا إلى غيره، هي جماعات محافظة لأنها الجماعات المحافظة الدينية المحافظة والاجتماعية المحافظة خلنا نقول التي اقتربت من السياسة أو اعترفت بالسياسة أو قبلت بعض القيم العلمانية المتعلقة مثلا بالديمقراطية والحقوق وحرية الإنسان وسيادة القوانين إلى آخره من القيم الديمقراطية الحديثة بين قوسين العلمانية الحديثة، هذه الجماعات تلحق بها تهمة الإرهاب. نعم، لماذا دكتور؟ يعني هذا ما كنت يعني أود أن هناك مقولة فعلا تقول يعني أنه كلما اقتربت جماعة من العمل السياسي بالأدوات السلمية نجد أنها تصنف ضمن قائمة الإرهاب، لماذا؟ يعني طبعا هي مشكله كبيره جدا، لانه نحن لدينا نحن بنعيش في اللحظه اللي اسميها انا هي اللحظه اللي كان بيصفها جرامشي لحظه الفالق ما بين الماضي الذي يرفض ان يموت والمستقبل الذي يحاول ان يولد. هي لحظه عسيره جدا. في هذه اللحظة النظام العربي بيقاوم، يعني بتنسيش أنه الربيع العربي أصحاب الدول مثل المملكة العربية السعودية فجأة بحول عندما خرجت فجأة
قرار بيضم المغرب العربي اللي واقع على المحيط الأطلسي على بعد مترين من أمريكا أضم إلى مجلس التعاون الخليجي، لأنه في مشكلة في إنه النظام العربي فعلا أصيب بصدمة، لأن الثورة العربية ثورة أو كما اسمتها صحيفة مجلة الدير شبيغل الساعة العربية صفر 2011، الساعة العربية صفر دفعت دولة مثل الصين لأنها تلغي كلمة نصر من كل محركات البحث على الإنترنت بكل اللغات. لا. فإذا كنت في الصين في تلك اللحظة وضعت اسم نصر بأي اسم من الأسر بأي شكل بأي لغة من اللغات على أي محرك محركات البحث لن تحصل على إجابة. أصابت أيضا أردكت حتى هناك تحيات كثيرة جدا بس تحدث نعم. لكن دكتور يعني هناك جنون. نعم هناك يعني من يجد أيضا أو يتحدث أن مكافحة الإرهاب أو يعني مصطلح الإرهاب أصبح يعني كلمة مطاطية تستخدم فقط لمواجهة خصوم سياسيين، خاصة يعني ونحن نجد أن يعني يفترض كما يفترض بأنه التعريف صادر عن الأمم المتحدة أنه استخدام عنف غير قانوني والتهديد بتحقيق هدف سياسي. الآن ما نلاحظ أنه عكس هذا التعريف تماما، نجد أن يعني الجماعة الدينية هي الأقرب لصبغتها بصبغة الإرهاب وخاصة يعني في الوطن العربي بالذات. يعني شوفي آسيا، كان يحكى أن رجلا عربيا رجلا صالحا كان يمشي في السوق فسمع قلبة، قال ما هذا؟ قيل له الأمير يقطع يد سارق، قال لا إله إلا الله، سارق السر يقطع يد سارق العلانية. يعني جماعات الدول التي دولة زي المملكة العربية السعودية التي أنفقت في آخر كم سنة وفقا لتقرير تبع الاتحاد الأوروبي حوالي 10 مليار دولار على جماعات متطرفة من ضمنها جماعات إرهابية اللي هي بين قوسين جماعات ذات نظرية دينية بتحمل السلاح نقطة، حوالي 10 مليار في كم سنة. هذه الدول اللي هي سارقة سوريا يريد أن يقطع سارق العلانية. حاولت الدول هذه الدول بشكل عام لأنه وجدت إنه الربيع العربي كان عبارة عن موجة عالية الكثافة غير مفهومة ولا يمكن تجاوزها على مصالح، خلق كلمة واضحة إنه هذه عاصفة لا بد أن ننحني. هذه الدول وجدت نفسها في لحظة من لحظات فقدت القدرة ثم عثرت، ليقول لنا نكون واضحين، عثرت على فكرة الإرهاب. نعم. عثرت على فكرة الإرهاب وبدت تلبسها لكل القوى. يعني في مصر من العار اللي يمكن أن يلحق اللي هيلحق تاريخيا بالحضارة المعاصرة هو أنه ما بين حصول جماعة الإخوان المسلمين في مصر على ما يقترب جماعة الخمس وتفرعاتها مثلا مثل جماعة أبو العلا ماضي وخلافه الجماعة الإسلامية على ما يقترب من ما يقارب من 70% من أصوات الناخبين في كل مصر، وما بين وصفها بالإرهاب أقل من 16 شخص. نحن يعني مش ممكن تحصل جماعة على 20 مليون صوت وبعد بكرة تصنف إرهابية إلا إذا كانت الشعوب كلها إرهابية. نحن بنعيش في مشكلة غاية في التعقيد، وهو أن الأنظمة العربية اللي كانت بتحاصرنا باعتبارنا بين قوسين مخربين عندما كان نظام علي عبد الله صالح وكل الأنظمة العربية بتلتقي، يعني حتى النظام حتى ثورة 23 بدأت الفكرة من 23 يوليو. لذلك أنا أعتقد إنه الرجل إنه محمد البراجع كان واضح عندما في 28 يناير 2011 عندما قال إن هذه الثورة، يقصد ثورة 25 يناير وقال في 28 إن هذه الثورة ضد 58 عام من الطغيان، وكان واضح جدا بالرقم 28 عام هي ثورة 23 يونيو 1950 بقدر ما حملت من التنوير ثورة 52 من الناس الذين بيحملون لها قدر عالي جدا من الجلال إلا أنها والتقدير إلا أنها في اللحظة الأخيرة كما يصفها مثلا كتاب كبار مثل نجيب محفوظ مثلا وخلافه وغيره مثلا عندما يقول أنها تحولت في الأخير إلى حكم غاشم، عندما يقول محمد الدكتور عبد الرب المسيري بيتحدث عن لحظة الثورة العربية التي تحولت من الثورة إلى ديكتاتورية محضة. هذه إحنا داخلين في نفس المتتالية منذ الثورة العربية التي تلت الاستعمار، والأنظمة العربية بتحاول بتجهض كل محاولة قانونية. يعني في مذكرات محمد نجيب ذكر كلام مخيف جدا عن كيف بدأ النظام
يفكر بإخفائه من المشهد لأنه فقط دعا الضباط الأحرار إلى اجتماع لكي يعيدوا الحياة النيابية فقط، ما قالش أكثر من كده. إذن لو تحدثنا عما يحدث حاليا دكتور مروان، يعني بالأمس أصدرت الإمارات السعودية والبحرين قائمة إضافية لأناس جدد متهمين بقائمة وضعتهم في قائمة الإرهاب، كيف يمكن لهذا المصطلح أن يعني أن يدرج تحت اسمه كل من اختلفنا معه، خاصة يعني وأن هناك مظاهر للإرهاب حقيقية موجودة في كثير من الدول، ولكن لا نجد أن هناك من ينادي بمحاربة أو مكافحتها، وربما ما يحدث في عدن من قتل بتهم يعني مختلقة، منها العلمانية اعتناق العلمانية، ومنها أيضا التخوين وما إلى ذلك من تهم سهلة، لا نجد أن هناك من ينادي بمحاربتهم كإرهابيين. شوفي آسيا، ما الذي يجعل جمعية الإحسان الإرهابية وربطة شباب العالم الإسلامي غير إرهابية مثلا، ما الذي يجعل جمعية الإحسان أو حركة الإخوان أو مثلا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة القرضاوي حركة إرهابية ولا يجعل مثلا منظمة مؤتمر العالم الإسلامي إرهابية؟ لدى المملكة العربية السعودية ولدى المملكة العربية السعودية نمت بين قوسين قوتها الناعمة وقوتها الناعمة، تشكلت مثلا في التنظيمات الراديكالية العابرة للحدود مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤتمر الشباب العالم الإسلامي ومجموعة أخرى اللي هي ثلاث منظمات التي تأسست سنة 62 و 69 و 72 ثلاث منظمات عابرة للحدود. هذه المنظمات فرخت فيما بعد أكثر التنظيمات الإرهابية راديكالية، بمعنى أنه في عندنا مشكلة المملكة العربية السعودية والإمارات والدول وبين قوسين هي المملكة العربية السعودية والإمارات، مجلة الفوربس بلغت قبل يومين ودولتين مأجورتين تاسعين وراهما خلفهما اللي هو بتقصد البحرين ومصر، يعني المملكة العربية السعودية والإمارات والدولتان المأجورتان بيضعوا كل يومين قائمة إرهابية، يعني من المخجل إنه مثلا بتوضع مثلا شركة أبل الدوحة في قائمة الدول الرعاية المنظمات الرعاية للإرهاب، يعني شيء مجنون. شافوا واحد ضابط قطري كان بيشتغل مع الأمم المتحدة، يعني حصل مرتين على تكريم من الأمم المتحدة باعتباره بينشط دوليا في محاربة الإرهاب، قال خطاب مؤثر أثناء انسحاب القوى القطرية من اليمن مجموعة من الجنود السعوديين، وسجل الخطاب نزل على تويتر، خطاب مؤثر التقط بموبايل قديم، ثاني يوم أضيف إلى مجموعة 59 إرهابيين فقط لأنه أثر 5 من الجنود. نحن أمام بين قوسين يا آسيا بالضبط أمام البعير الأهطل، وناس فقدت عقلها فعلا، مشكلة كبيرة جدا عويصة. لذلك استخدمت دولة الإرهاب بشكل مبالغ فيه حتى فقدت معناها كليا. الآن العالم الغربي الأمم المتحدة بتسخى بتقول نحن مش هنعترف إلا بالقائمة التي بنصدرها نحن. أنت اقتربنا أكثر دولة بتقلقها المسألة الإرهابية هي فرنسا في أوروبا، هي أكثر دولة نزفت في 2016 و2017، هي الدولة اللي بينتشر فيها حوالي 65 إلى 70 ألف فرد من القوات المسلحة في الشوارع. بتروحي فرنسا ما تشوفي الشرطة أكثر، تشوف القوات المسلحة موجودة في الشارع، وهذا إنهاك رهيب جدا للقوات المسلحة الفرنسية. عندما صدر قانون قرار أو بيان 59 شخص كان ما عرفش بيدعموا الإرهاب ومرتبطين بالإرهاب القائم اللي أصدرتها الإمارات السعودية والدولتان المأجورتان، فجأة حصل انه فرنسا بتجري مناورة عسكرية مع قطر الراعي للإرهاب. هناك دولة اكثر دولة متحساسة لموضوع الإرهاب هي فرنسا، فكيف تجري مناورة مع قطر الا اذا كان هناك فعلا سخرية عالمية واضحة من استخدام دالة الإرهاب في الجزيرة العربية؟ نعم، وهذا ما هو يعني واضح دكتور مروان. شكرا جزيلا لك دكتور مروان الغفوري الكاتب،
كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة لك أستاذ معن. أستاذ معن، يعني لو أخذت نقطة وضعها الدكتور مروان أود تعليقك عليها، وهي موضوع أن الجماعات الدينية كل ما اقتربت من أدوات السياسية بصور سلمية نجد أنها هي التي تستهدف بوضعها في قائمة الإرهاب، ما رأيك؟ أنا أفهم المسألة أساساً كأغلب المسائل انطلاقاً من الحدث الثوري في 2011. الإرهاب كان الأداة الأساسية والوسيلة الأساسية التي استخدمتها القوى الدولية والإقليمية والمحلية لمحاصرة الثورة العربية، من ناحية لإغراقها بالدم وتحويلها إلى مذبحة كما حدث في سوريا وكما يحدث في أكثر من مكان، ومن ناحية أن لديها داخل التركيبة التنظيمات الجهادية عناصر، وهناك في الواقع أذرع، هناك مثلا داعش، يمكن أن نتحدث عن داعش أمريكية وداعش روسية وداعش إيرانية، هذا أمر واقع يتم استخدام وتجريف لتدمير المجتمعات. بالنسبة للأطراف الإسلام السياسي التي بعضها اقترب، في الواقع جزء منها حتى شارك في الثورة العربية وجزء من شبابها كانوا فعالين في الميادين. المسألة تتعلق في الواقع بطبيعة الاستراتيجيات الدولية نحو هذه الجماعات الإسلامية. في لحظة من اللحظات مع بداية الثورة المصرية وحتى قبلها، كان التصور الموجود لدى الإدارة الأمريكية أن الوضع الأفضل الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ومن إنجاز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام مع إسرائيل بين قوسين طبعاً، هو بوصول الإسلام المعتدل، وبالتالي كانت في الواقع إدارة أوباما يعني أقرب للتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين ومساعدتها ودعمها، وهذا ما حدث في أكثر من مكان. تطورات الثورات العربية من ناحية أظهر إفلاس الإسلام السياسي، أظهر أنها لم تكن بالحصانة والشعبية تلك المرجوة، ومن ناحية أخرى كان من الواضح أن الدول الإقليمية العربية خصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات عازمة على إعادة النظام القديم ولن تسمح بأي تغيير، ومع أخطاء حركة الإسلام السياسي التي كانت تميل للإنفراد وتواطؤها مع العسكر للأسف الشديد بهذه المأساة والكارثة الأخلاقية والإنسانية المروعة في مصر التي ارتكبها الجيش بانقلابه الدموي، سبقها في الواقع تواطؤ الإخوان المسلمين مع الجيش في موضوع الدستور وفي عشرات المواضيع الأخرى التي جعلت الشارع السياسي وجعلت بقايا حركة الثورة في الواقع تذهب هي الأخرى إلى الجيش ليتحالفوا هذه المرة ضد الإخوان المسلمين. نعم. المسألة لا تتعلق باقتراب من العمل السياسي، الإرهاب مجرد وسيلة، وسيلة لمن يمارس عن حق من الجماعة الجهادية لأهداف منبتة ومنقطعة عن المجتمع لفئات يائسة في مجتمع تم تجريفه وتم تدميره بالاستعمار وبالفساد وبغياب التنمية، أو حتى باستخدامه كوسائل للمخابرات الدولية الكبرى من روسية وأمريكية وإيرانية وحتى المخابرات الإقليمية القطرية والسعودية والإيرانية والمصرية وإلى آخر ما هنالك. حتى علي عبد الله صالح في الواقع وحتى الأمن اليمني كان لديه مخابرات. ليس من العجيب أن مثلا يعني ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف كان يتهم علي عبد الله صالح شخصيا والأمن السياسي اليمني بأنه وراء محاولة اغتياله عبر أحد عناصر القاعدة، ولم يكن اتهاما بالمناسبة يعني شطحة في الهواء أو ليس له أصل. بالفعل كان علي عبد الله صالح قد وظف وأدمج أغلب الجهاديين العائدين من أفغانستان في أجهزة الأمن، واستخدمهم في مرحلة في اغتيالات الحزب الاشتراكي اليمني، استخدمهم في حرب 94 ككتائب وكوحدات قتالية من أعلى طراز لاجتياح الجنوب، وأدمج جزء منهم في الأمن السياسي، شاهدنا النهدي مثلا، وأدمج جزء منهم حتى في السلطة العليا للدولة الفضلي الذي كان قائد الجهاديين اليمنيين الأفغان اليمنيين في أفغانستان، أحد قادتهم أصبح أبو لجنة عامة. هذا أمر ليس بحاجة البحث في تفاصيل كثيرة، لكن استخدام الإرهاب هو كان الوسيلة العليا والوسيلة الأساسية لمحاصرة الثورات العربية وتدميرها وتشويهها وتحويلها إلى مذبحة،
وبالتالي لا يمكن أن يكون الإنسان موقف ثوري وموقف من الثورات دون أن ينتقد ما يسمى بالحرب على الإرهاب باعتبارها الاستراتيجية الأساسية لإعادة إخضاع نعم، المنطقة وربما هي الشمعة أو يعني الرأي التي يلوح بها أي طرف لكسب ود المجتمع الدولي. نستكمل حوارنا أستاذ معنو، لكن يعني انتظرنا أنتم سادة المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ معن. استاذ معن، يعني لو اتفقنا بان مصطلح الارهاب يعني ربما ازدادت ضراوه استخدامه ومحاربته للقضاء على الثورات العربيه كما تحدثت، ولكن اود ان اسالك ايضا لماذا تعلو النبره الان مجددا في اليمن، خاصه يعني بعد الحرب الدائره بعد الانقلاب نجد ان يافطه الارهاب تستخدم كثيرا، تلويح بقوائم باسماء جديده لضمهم لهذه القائمة. في الواقع الأنظمة العربية من أول لحظة حاولت أن تسم كل الحراك الثوري بالإرهاب وأنه حراك إسلامي وجهادي وإرهابي. الدكتاتور السوري بشار الأسد كان كذلك من البداية، علي عبد الله صالح كان أيضا يقول نفس القول من البداية. في الواقع أيضا الأمن السياسي والجهاز المخابرات اليمنية المختلفة حاولت دس الكثير من الشخصيات في الساحات، للأسف الشديد لم تواجه، حتى هناك خيام كانت ترفع علامات القاعدة ولم يتصدى لها الناس لأنهم لم يكونوا بالوعي الكافي، لأن الوصم الحركة الثورية والحركة الثورية بالإرهاب كان الأمر الأساسي في استراتيجية البقاء. عندما تطورت المسألة لاجتياح الحوثيين لليمن بعيدا عن الشعارات الزائفة حول الموت الأمريكي ومعاداة الغرب، قدم الحوثيين أنفسهم للغرب وللأمريكان وللقوى الغربية باعتبارهم أحد كتائب المشاة للحرب ضد الإرهاب، وبأنهم القوى الأساسية التي يمكن نعم. التعويل عليها الأسباب الاجتماعية والمذهبية. يمارسون شتى أنواع الإرهاب في الحقيقة، ولكن يعني هناك تناقض كبير بين عملهم في الأرض وبين ما يدعون، يعني كيف تفسر هذا التناقض وكيف يتقبله المجتمع الدولي؟ أنا أقصد قبل تفسير التناقض هو تفسير الدعم الذي حظوا به من بعض الأواسط الغربية. إذا كنا نعتقد أن صنعاء قد سقطت فقط بالعمل الميداني من دون تغطية سياسية إقليمية ودولية نكون واهمين. قدم الحوثيين أنفسهم باعتبارهم جزء من الحرب ضد الإرهاب، وكان هذا الأمر الخطاب الرئيسي الذي يقومون به عبر بعض السفارات الاتحاد الأوروبي، سفارة ألمانيا، كثير من الجهات مع المنظمات الدولية، وبالأساس الذي مارسه الفرع المدني وما يمكن أن نقول بالذراع المدنية للحركة الحوثية مع المنظمات حقوق الإنسان، مع المنظمات والأحزاب اليسارية في العالم، باعتبار أن هؤلاء المؤهلين أساساً لحرب الإرهاب لأسباب مذهبية واجتماعية ومختلفة تجعلهم حصينين، وأنهم أثبتوا كفاءة. في الواقع الوحدات الأساسية التي بنتها أمريكا لمكافحة الإرهاب في الحرس الجمهوري وفي الأمن المركزي انتقلت بعديدها وعدتها بالكامل لتقاتل مع الحوثيين. لا. شاهدنا الحرب في رداع أساساً. طبعا ممارسة على الواقع الممارسة العنيفة للحركة الحوثية، تصفية الخصوم، محاولة اجتثاثهم، الخطاب الطائفي والمذهبي، هذه جرائم حرب في الواقع. المسألة تتجاوز حتى مفهوم الإرهاب باعتباره سلوك فردي بالأخير. المسألة الأساسية أن علي عبد الله صالح كان يستخدم كما تستخدم الآن الدول. الآن عودة التموضع، الخطاب الأساسي الذي يراد أن يقدم للمجتمع الدولي والإقليمي أن الطرف الآن أن اليمن في أغلب الجنوب مثلا بشكل خاص والمنطقة الشرقية مهيئة للسقوط مرة أخرى في يد الإرهاب، وأن القوى الوحيدة التي تستطيع أن تقاوم الإرهاب وتمنع تغوله هم الحوثيين وعلي عبد الله صالح. نفس الخطاب القديم الآن تبدل قليلا، أن علي عبد الله صالح يمكن أن يكون حتى جزء من الحل ضد الحوثيين، بينما جوهر الصراع منذ البداية وكان على تغيير النظام السياسي والاجتماعي، على تحويل الدولة إلى دولة للشعب، وعلى أن تكون خاضعة للمصلحة الأغلبية العامة وأن تتحول إلى دولة ديمقراطية. وتم اختلاق الحرب وتم اختلاق الانقسامات وتم تمويل الإرهاب وتم الكثير من عمليات التفجيرات، وطبعا رغم كل محاولات التهويل
لم يلقى الإرهاب أي احتضان شعبي في أي منطقة، نعم. رغم إذن اسمح أنني لنا، كنت شخصيا أخشى أن الصعود الحوثي يجعل قبول الناس في المناطق الوسطى والجنوبية أكثر للحركة الإرهابية الجهادية. نعم، تفضلي. عفوا. اسمح لنا أستاذ معنا أن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف المحامي عبد الرحمن برمان من الرياض، ربما من نيويورك عفوا. الأستاذ عبد الرحمن، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. بداية يعني أود أن أسألك، ما هو التوصيف القانوني لمفهوم الإرهاب؟ حقيقة حتى الآن لا يوجد اتفاق حول توصيف قانوني للإرهاب، رغم أن الأمم المتحدة كانت قد وصفت الإرهاب في سنة 1972 على أنه استخدام العنف غير القانوني أو التهديد ببغية تحقيق هدف سياسي، لكن هذا التعريف وهو ايضا ما عرفت قريب من التعريف الذي عرفته محكمه الجنايات الدوليه، التي قالت انه استخدام العنف او التهديد به من اجل احداث تغيير سياسي او القتل المتعمد والمنظم للمدنيين او تهديدهم به لخلق جو من الرعب والاهانه للاشخاص الابرياء من اجل كسب سياسي، كلها يعني حاولت ان تعرف الارهاب على انه عمل عنف ضد يعني أشخاص أبرياء أو مدنيين أو جهات أو دولة مقابل تحقيق هدف سياسي. لكن أعتقد أنه الإرهاب هو مصطلح أوسع من ذلك، هناك تجاوزت التعريفات في القانون في فقهاء القانون الدولي، وأيضا بعض الدول التي عرفت الإرهاب أكثر من 103 تعريف للإرهاب. نعم، لكن هذا التوسع أستاذ عبد الرحمن يعني جعل من المفهوم يعني مفهوم مطاطي، مساحة يعني توظف فيها بالضبط كل الاتهامات حسب رؤية كل دولة. نعم بالضبط، يعني هناك أيضا يعني تعريف لبعض فقهاء القانون الدولي ربما يكون قريب جدا، ووصفوا على أنه أي عمل يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بقية تحقيق أهداف لا يجيزها القانون القوانين المحلية والدولية. يعني أبتعد عن قضية تحقيق أهداف سياسية، لأنه قد يكون هناك تحقيق أهداف دينية، قد يكون هناك تحقيق أهداف اجتماعية، قد يكون هناك أيضا تحقيق أهداف ربحية، وتستخدم يعني المنظمات الإرهابية لتحقيق بعض المنافع يعني المادية وما أشبه ذلك. إذن هناك يعني شبه إجماع في القانون الدولي يقولوا على أنه الإرهاب هو إحداث أي ضرر أو استخدام العنف لإحداث أي ضرر قد يهدد حياة الإنسان وأمنه وسكينته العامة. هذا يعني باختصار شديد الذي قد يكون الأقرب إلى الواقع أو إلى يعني التوصيف القانوني الأكثر دقة. نعم، إذن هذه الاختلالات والاختلافات في التعريف أستاذ عبد الرحمن، ما تأثيرها على الواقع خاصة يعني ولو اتخذنا من التعريف الذي لخصته، يعني هناك من يمارس كل أنواع الإرهاب على أرض الواقع ورافعا يعني راية بأنه من يحارب الإرهاب، خاصة يعني ربما الحوثي أكبر نموذج لمثل هذا المثال. هو طبعا السؤال قد أجاب على قد فيه خلال من خلال السؤال كانت هناك إجابة واضحة، يعني هناك تأثيرها على أنه الدول أصبحت تنظر والجماعات والأفراد أصبحوا ينظروا على الإرهاب من خلال مصلحتهم الخاصة وليس من خلال الواقع الذي يمارس. على سبيل المثال جماعة الحوثي، الدول الأوروبية والمجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تصنف منظمة إرهابية، برغم أنها أكبر جماعة موجودة داخل اليمن، مارست عمليات العنف والقتل والتدمير والاختطافات والتعذيب والحصار المدن، اخترقت القوانين الدولية، القانون الدولي الإنساني، مارست جرائم حرب يعني بشكل واسع، هي عصابة منظمة أسقطت الدولة، اختطفت الحكومة واحتجزت الرئيس. يعني لا، المجتمع الدولي لم يتعامل معها كمنظمة إرهابية ولكنه تعامل معها كطرف سياسي أو كجماعة سياسي أو حزب سياسي. في نفس الوقت عندما ننظر إلى هناك تنظيمات إرهابية أخرى، ونحن نتفق على أنها تنظيمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، ينظر المجتمع الأوروبي والأمريكان والمجتمع الدولي بشكل عام، كل دولة تنظر إلى مصلحتها، بما أن هذه الجماعات تؤثر عليها وتؤثر على أمنها تصنفها طبقا لتأثيرها، طبقا لمصالحها الخاصة وليس طبقا للواقع الذي تمارسه. يعني قد تمارس هذه الجماعة عنف في هذا الإطار الجغرافي من العالم ولا تمارسه في مكان آخر، فهم يعني ينظروا إلى
الى يعني حجم الضرر الذي قد يقع عليهم هم يعني او على مجتمعاتهم فيصنفوا هذه الجماعات، وهذا تاثير يعني سلبي عندما يعني يختلف يعني نتعامل بمكيالين مع هذه المنظمات. والاصل انه كل منظمه او كل جماعه تمارس العنف وتتخذ العنف سبيل او وسيله لتحقيق اهدافها، سواء كانت هذه الاحداث سياسيه او دينيه او ما اشبه ذلك او اجتماعيه او ما اشبه ذلك، يجب ان تكون هذه هي منظمه ارهابيه وان تصنف كجماعه ارهابيه، بغض النظر عن هل تشكل خطر علي انا كدوله او لا تشكل خطر، بما انها تشكل على اي فرد او اي جزء من في العالم خطر، إذا هي يجب أن يصنف العالم بأجمع حتى نستطيع أن نجفف منابع الإرهاب ونستطيع أن نحاصره ونضيق عليه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك المحامي عبد الرحمن برمان، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة أخيرة لك أستاذ معن. أستاذ معن، لو حدثتنا عن الآثار السلبية لاستخدام مفهوم الإرهاب بهذا الشكل العشوائي، خاصة يعني على مستوى العلاقات بين الدول، كيف يمكن يعني أن تؤثر مثل هذا يؤثر مثل هذا الاستخدام، يعني ربما ما يحدث من السعودية والإمارات نموذج حي لما يعني يتم توصيفه بإرهاب كمنظمات أفراد دول أحيانا. هي طبيعة الأمور أنه سوف يستخدم، هو من البداية يستخدم وتحول إلى الاستراتيجية الأساسية لإعادة فرض الهيمنة المحلية والإقليمية والدولية، ولا مفر من استخدامه. المشكلة هي تتعلق أنه هناك بالفعل قطاعات متورطة في الإرهاب، وبالتالي محاصرتها داخل هذه ثم ستكون المسألة عادية. المسألة الأخرى أن القوى السياسية التي من المفروض أنها تدافع عن نفسها ضد هذه الاتهامات وأن تنجو لأسباب كثيرة تتردد في أخذ الخطوات التي تمنع هذه الاستراتيجية في النجاح. شاهدنا في كل مكان بدل من إقامة نموذج وشكل الحكم الأكثر مدنية والأكثر ديمقراطية والأكثر شعبية، أن هنالك ذعر من هذه الأشكال الشعبية وهناك ميل لموالاة التيارات الإسلامية. شاهدنا أنه ليس هنالك أي إرادة حقيقية للتصدي للإرهاب، وبالتالي المسألة ليست في الاتهامات، الاتهامات تأتي في السياق صراع إقليمي على النفوذ في إطار محاولة المملكة العربية السعودية والإمارات تقليص ومحاصرة قطر وتقليص دورها الذي كان قد تضخم بالاستراتيجية الأمريكية أساسا. نعم أستاذ معن، يبدو أن الاتصال قد فقد مرة أخرى. عموما شكرا جزيلا لك، يعني كنت معنا في المساء اليمني الأستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء عبر سكايب من تونس. الشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الدكتور مروان الغفوري والأستاذ عبد الرحمن برمان. ولا يفوتنا شكركم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.